أبو الروب يهزمهم بشهر العسل، وغيث مروان يعود إلى شلاه. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام اليوم ثنائي غيث مروان وسر الورع بنشر ستوريات كشفوا من خلالها عن تصويرهم لفيديو جديد راح يجمعهم مع شلتهم، من بين الشلة زياد وسارة لانولين والشعر. اوكي احذروا مين عم يعدلني اليوم. سارة هاي طبعا مبلولة وهيك بتشوفوا بعدين. تشتشين ليش ما بعرف، فهي عملت لي الميك اب عم تعمل لي شعري، يحس حالي بصالون يعني. شو هذا ايش هذا؟ لا يا جماعة قال بيقولوا مرة واحد صور مع غيث وما رجع على البيت مريض ومبلول ومتشتش وشعره خربان، قام غيث يبطل يصور معه انه خلص انت ليش ما رجعت، ليش ما برضت، ليش ما تنكوشت شعرك، ليش رجعت بدون ما تبل، بطل يصور معه، بده الناس تمرض. تعبنا غيث اقسم بالله مجنون الولد. نمر إلى صبا شمعة أحمد أبو الروب، حيث بعد أن أعلن أحمد أبو الروب أنه هو راح يقضي شهر العسل بقطر، الجمهور وسأله ليش ما راح للمالديف، وكان رد أحمد أبو الروب على هذا الموضوع أنه هو بكرة راح يشرح للجمهور شو اللي عم يصير معه.